نستعين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله هنراجع مع بعض المراجعة الجزء الثاني التاريخ الصف الثاني الإعدادي لامتحانات يوليو الدور الثاني 2022، وكنا راجعنا قبل كده في السابق الجغرافيا، وإن شاء الله برضو هحط لكم فيديو الجغرافيا، فيديو رابط الجغرافيا أسفل فيديو التاريخ للي لسه ما راجعش معانا مادة الجغرافيا. طبعا امتحان الدور الثاني زي ما قلت لكم يا شباب هو بيبقى من 40 درجة، 40 درجة كل سؤال 10 درجات. الأسئلة على الترمين، الترم الأولاني 40% بيجي منه الأسئلة و60% من الترم الثاني. إذا هنا الترم الثاني أكتر وهو أهم، يبقى لازم أهتم أكتر بالترم الثاني. طبعا أنا جايبة لكم النهاردة أسئلة متنوعة وأسئلة مهمة بالنسبة للترمين، بس عشان أسئلة الامتحان هتيجي أكتر من الترم الثاني فبالطبع إن أنا عاملة لكم أسئلة الترم الثاني أكتر. نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول سؤال اكمل ما يأتي، سؤال اكمال. السؤال خلي بالنا كده يا شباب مع بعض ان الاكمل مش لازم ان انا بدل حطيت اكمال يجي اكمل، ممكن يجي صحح ما بين صحح ما تحته خطأ، او يجي اختر الاجابة الصحيحة. يبقى انا اعرف المعلومة، المهم ان انا اعرفها، وزي ما تيجي بقى تيجي باي طريقة، تيجي صح وغلط، تيجي صحح ما تحته خط، تيجي على شكل اختر الاجابة او اكمل، احلها باي طريقة. اول سؤال اكمل ما يأتي، تولى معاوية بن ابي سفيان الخلافة بعد ان تنزل له مين؟ الحسن عن الخلافة سنة 40 هجريا، سنة 40 هجريا. يبقى عندنا تولى معاوية بن ابي سفيان الخلافة بعد ان تنزل له الحسن عن الخلافة عام 41 هجريا. اللي انا افهمه من كده ايه؟ ان معاوية هنا اصبح خليفة للمسلمين بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه. رقم 2، شارك معاوية في حروب، في حروب ايه معاوية ابن ابي سفيان؟ شارك في حروب الردة، حروب يعني المرتدين اللي قام بها ابو بكر الصديق لما مسك الخلافة، فكان في ناس ارتدت عن الدين الاسلامي، فهنا معاوية من ضمن اللي شاركوا في حروب ايه الردة وفتح بلاد الشام، وفتح بلاد ايه الشام. وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه. يعني ايه من كتاب الوحي؟ يعني سيدنا معاوية كان من حفظة القرآن الكريم، وكان بعد كده بيكتب اللي هو بيحفظه. رقم 3، يعرف الخليفة عمر ابن عبد العزيز بالخليفة الزاهد. الخليفة عمر ابن عبد العزيز كان ليه صفات حلوة جدا من ضمنها الزهد. رقم 4، احتلت دولة الروم بعض البلاد العربية. طيب دولة الروم احتلت بعض البلاد العربية زي ايه وزي ايه؟ مصر والشام. يبقى بلاد الروم احتلت مصر واحتلت الشام. اما بلاد فارس فاحتلت العراق واليمن. رقم 5، من اشهر اسواق العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. كان في اسواق مشهورة جدا في شبه الجزيرة العربية زي سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. من اشهر الاسواق هنا سوق عكاظ، وهنتكلم بعد كده ليه شمعنا الأسواق دي هي اللي كانت مشهورة. رقم 6، قامت الدولة العباسية بعد مقتل، بعد مقتل مين الدولة العباسية؟ بعد مقتل مروان ابن محمد. مروان ابن محمد هو آخر خلفاء الدولة الأموية، لما اتقتل هنا قامت الدولة ايه العباسية، وهو آخر خلفاء بني أمية، واتقتل أو مات في معركة الزاب سنة 132 هجريا. 7، النقطة اللي بعد كده وهي من الترم الأولاني، كانت أول مدرسة في الإسلام، أول مدرسة في الإسلام كان اسمها إيه؟ دار الأرقم ابن، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وطبعا هذه المدرسة كانت لتعليم مبادئ الدين الإسلامي للمسلمين الأوائل. بعد كده اللي هي في مرحلة سرية الدعوة الإسلامية. بعد كده اهتم معاوية بن أبي سفيان، هنا رقم 8، اهتم معاوية بن أبي سفيان بالعمران فشيد في عهده مدينة القيروان. مدينة القيروان هي مدينة دلوقتي أثرية وموجودة بالفعل في تونس. يبقى المدينة دي مين اللي أسسها ومين اللي أنشأها؟ معاوية بن أبي سفيان.
بعد كده رقم 9 من أسس قيام الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية يا شباب قامت على أسس معينة، هذه الأسس ميزتها عن باقي الحضارات المختلفة، ميزتها مثلا عن الحضارة الفرعونية أو الحضارة الرومانية أو الحضارة اليونانية. ليه بقى هنا أسس قيام الحضارة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية كانت متميزة؟ لأنها ارتبطت بالدين الإسلامي، ولأنها حافظت على اللغة العربية واهتمت بالعلم. يبقى من أسس قيام الحضارة الإسلامية اهتمامها بالعلم، ارتباطها بالدين الإسلامي ومحافظتها على اللغة العربية. هل المفروض أكتب كل هذه النقط؟ لا، ممكن يجي لي نقطة واحدة تمام، أو لو جالي دلل صحة العبارة التالية: الحضارة الإسلامية قامت على أسس، يبقى ممكن أقول نقطتين بس، أقول مثلا اهتمامها بالعلم وارتباطها بالدين الإسلامي. رقم 10، كانت أول هجرة للمسلمين. أول هجرة للمسلمين كانت الحبشة. وليه الحبشة يا شباب؟ لأن كان في الحبشة اللي هي أثيوبيا حاليا كان في ملك عادل يدين بالدين المسيحية، كان لا يظلم عنده أحد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال للمسلمين عشان يتقي شر الكفار اللي كانوا دايما بيعذبوا المسلمين في مكة إن هم يهاجروا للحبشة. رقم 11، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى نقط ليتعبد فيه. طبعا النقطة دي كلنا عارفينها من وإحنا صغيرين جدا، إن الرسول كان بيتعبد من قبل ما تنزل عليه الرسالة أو ينزل عليه البعث والوحي سيدنا جبريل. كان الرسول بيتعبد في غار حراء. كان يتعبد في غار إيه؟ في غار حراء، خاصة في شهر رمضان. بعد كده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة ايه؟ ليساعد عمه ويخفف عنه العبء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان انسان متواضع وانسان خلوق وانسان عنده رحمة، فهو شاف عمه ان هو عنده اعباء كتير، وعمه ما كانش غني، كان فقير وعنده اولاد وعليه اعباء، فساعده واشتغل بمهنة الرعي. اشتغل بمهنة ايه؟ الرعي، وهي مهنة بسيطة جدا وتدل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليه بقول ان هو انسان متواضع؟ لان هو كان يعتبر من اشراف مكة، ولكن كان بيعمل مهنة بسيطة. كان نظام الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين قائما على مبدأ ايه؟ على مبدأ الشورى. نظام الخلافة هو جه ليخلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم الدولة الإسلامية، والرسول كان عامل لهم نظام الشورى أو المشورة، إن هو يستشير الناس في كل شيء. لذلك الخلفاء صاروا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرضو كان هنا قائمين على مبدأ ايه؟ الشورى أو المشورة. كلمة الشورى صح أو كلمة المشورة صح برضو. صنع نقط من الفضة. صنع الدرهم الفارسي من الفضة، ودي العملة اللي كان بيتعامل بها المسلمين خلال الدولة الإسلامية، وحتى في بداية بعد كده الخلافة الأموية، ولكن بعد كده طبعا أصبح للدولة الإسلامية عملة تخص الدولة الإسلامية. يعد جابر ابن حيان من أشهر العلماء الذين نبغوا في علم الكيمياء. يعد جابر ابن حيان من أشهر العلماء الذين نبغوا في علم الكيمياء. وعلم الكيمياء كان المسلمين يطلقوا عليه علم الصنعة. العطور والصابون من الصناعات، كانت من الصناعات الكيميائية في الدولة الإسلامية. اكتشف العالم نقط الدورة الدموية. اكتشف العالم ابن النفيس الدورة الدموية. نظمت الشرطة في عهد مين؟ نظمت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب. السؤال ده شامل الترم الأولاني، آخر درس في علي بن أبي طالب أعمال علي، وكمان برضو هلاقي أنه موجود في الترم الثاني. يبقى نظمت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب، وأطلق عليه صاحب الشرطة. والشرطة هنا يا شباب كانت لملاحقة المجرمين والحفاظ على أمن الوالي أو الخليفة. استنجد شاور بنور الدين محمود سلطان حلب، بينما استنجد درغام بالصليبيين. في الخلاف في نهاية الدولة الفاطمية كان في خلاف على منصب الوزارة، لأن أصبح منصب الوزارة لا شك أن أقوى من منصب الخلافة الخليفة نفسه. فهنا أصبح في شخصين بيتنافسوا، خلاص، منهم واحد اسمه شاور وواحد اسمه درغام. شاور استنجد بنور الدين محمود حاكم دمشق، وهنا درغام استنجد بالصليبيين. درغام استنجد بالصليبيين. وكان طبعا بكده نهاية الدولة الفاطمية بدخول نور الدين محمود
بإرساله أسد الدين شركوه وصلاح الدين الأيوبي لمصر، انتهى هنا الخلاف وانتهى هنا الدولة الفاطمية وبدأت الدولة الأيوبية. هنيجي للنوع تاني من أنواع الأسئلة، ولكن هنا سؤال مقالي يا شباب، مش سؤال موضوعي. والسؤال المقالي إيه الفرق اللي بينه وبين الموضوعي؟ الموضوعي بيبقى كلمة واحدة بكتبها، اختر، اكمل، صحح ما تحته خطأ، صح ما تحته خط، أو ضع علامة صح أو خطأ، كلها أسئلة بسيطة. أما هنا السؤال المقالي، أنا هنا بكتب ممكن أكتر من نقطة، والسؤال بيبقى كبير وممكن بيكون عليه درجات أكتر، عادة يعني بيبقى عليه درجتين مش درجة أو نص درجة زي الأسئلة الموضوعية. سين اتنين بما تفسر تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة المعوية رضي الله عنه. هنا الحسن ابن علي تنازل عن الخلافة المعوية. طب ليه تنازل عن الخلافة المعوية حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم؟ لأن قبل الموقف ده سيدنا علي استشهد وسيدنا عثمان استشهد، لذلك هنا الحسن كان عاوز الدنيا تمشي وما يكونش فيه خلافات، وان المسلمين ما يقتلوش بعض وما يكونش فيه عداء ما بين المسلمين، تمام. لذلك هنا الحسن تنازل عن الخلافة ليه؟ حقنا لدماء المسلمين. لذلك هذا اليوم اللي تنازل فيه الحسن يسمى هو عام الجماعة، عام الجماعة اللي هو 41 هجريا، واسمه عام الجماعة ليه؟ لأن اجتمعت كلمة المسلمين وتنازل الحسن عن الخلافة المعوية حقنا لدماء المسلمين. رقم 2، يعتبر العصر العباسي الأول العصر الذهبي للخلافة العباسية. العصر العباسي استمر أكتر من 525 عام. العصر الذهبي كان عبارة عن عصرين، لأن طول المدة وطول السنين دي كلها أصبح مش كل السنين هتبقى قوة وازدهار، كان في عصر عباسي أول وعصر عباسي تاني. العصر العباسي الأول هنا عصر ذهبي، ليه بقى؟ عشان العباسيون حافظوا على استقلالهم وأقاموا العديد من الإصلاحات. بما تفسر شهرة سوء عكاظ في شبه الجزيرة العربية. هنا كان في شهرة لسوء عكاظ في شبه الجزيرة العربية، لأن هنا استخدموا الشعراء كمنافسة ما بينهم، يعني كان في منافسة بالنسبة للشعراء وليس استخدموه للبيع فقط. يبقى هنقول لتنافس. يبقى شهرة سوء عكاظ في شبه الجزيرة العربية شهرته ليه؟ بما تفسر لتنافس الشعراء في سوق عكاظ، يعني ما استخدمش للبيع والشراء فقط ولكن للتنافس ما بين ايه؟ الشعراء. بعد كده طبعا النقطة دي واضح ان هي من الترم الاولاني اللي هو الدرس الاول، الدرس الاول تاريخ. العصر العباسي الثاني هو عصر الضعف والانهيار. ليه بقى العصر العباسي هو عصر الضعف والانهيار؟ بسبب ظهور العديد من الدول المستقلة، ظهرت دول مستقلة. ويعني ايه دول مستقلة؟ دول استقلت عن الدولة العباسية. يعني الخليفة العباسي لما كان بيبعت مثلا والي يحكم مصر، كان الوالي لما بيروح مصر بيقوم يستقل مصر بمصر، يعني يبقى هو الحاكم ما يبقاش والي، يبقى زيه زي الخليفة ويبتعد خالص عن ايه؟ عن الخلافة، تمام. رقم 2، تحققت العدالة الاجتماعية في عهد عمر ابن عبد العزيز. العدالة الاجتماعية تحققت في عهد عمر لان عمر عمل حاجات كتير خلى فيها عدل في هذه الدولة، وخلت مفيش حد فقير خالص في هذه الدولة. اول حاجة عمل ايه يا شباب؟ عين ولاه اتصفوا بالعدل والصلاح، يعني لما كان بيعين وزير لازم يتأكد 100% ان هو انسان نظيف اليد، مش طماع، مش هيسرق المواطنين، هيتعامل بعدالة، مش هيعامل الغني احسن من الفقير. لذلك هنا كان في عدالة اجتماعية. يبقى كان في عدالة اجتماعية فعهد عمر ليه؟ حيث عين ولاه اتصفوا بالعدل والصلاح والتقوى. بما تفسر شجع المأمون حركة النقل والترجمة. المأمون كان مهتم قوي بالعلم زي والده هارون الرشيد، فكان دايما عنده العلماء، وهنا كان دايما بيشجع ترجمة الكتب من جميع اللغات إلى العربية عشان العلماء المسلمين يستفادوا منها ويطوروا منها. ده هنا كان فيه اهتمام بالعلم. يبقى بما تفسر شجع المأمون حركة النقل والترجمة ليه؟ حتى يستفاد العلماء المسلمون من مؤلفات الحضارات الأخرى زي مثلا الحضارة الهندية، اليونانية، الرومانية.
طيب نقل معاوية مقر الخلافة من الكوفة إلى دمشق. معاوية بن أبي سفيان لما كان هو أصبح خليفة بعد تنازل الحسن عن الخلافة له، فكانت هنا العاصمة كانت الكوفة أيام علي بن أبي طالب، لكن هو نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق. ليه إلى دمشق؟ ليكون بين مؤيديه، يعني بين محبيه. وليه يعني هم محبيه في دمشق؟ بالطبع محبيه في دمشق، لأن هو كان قبل ما يبقى خليفة للمسلمين كلهم كان هو والي بلاد الشام، والي بلاد الشام يعني دمشق، فهنا كل حبايبه هناك، فلذلك نقل العاصمة إلى دمشق ليكون بين مؤيديه. اهتمام المعتصم بالجيش. المعتصم ابن هارون الرشيد اهتم بالجيش، المعتصم اللي هو أخو مأمون كان مهتم بالجيش ليه؟ للقضاء على الثورات التي نشبت في عهده، وفتح عمورية وحارب الرومان. رقم 6، أنشأ ديوان الخاتم في عهد معوية ابن أبي سفيان. يا جماعة الخاتم اللي هو ختم، ديوان يعني زي وزارة كده، يعني زي هيئة البريد، هيئة خاصة بالبريد لحفظ وختم مراسلات الخليفة، عشان كل رسالة من الخليفة يرسلها تكون يعني زي بصك وختم بتاعه هو، تمام؟ يبقى أنشأ ديوان الخاتم في عهد معاوية بن أبي سفيان لحفظ وختم مراسلات الخليفة. رقم 10، يعرف عمر ابن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين، اللي كنا بنقول عليه الخليفة الزاهد. خامس الخلفاء، أنا عندي 4 خلفاء بس آخرهم علي بن أبي طالب، لكن ليه احنا بنقول عليه هو خامس الخلفاء الراشدين؟ لأنه هو عرف عنه الصلاح والتقوى والعدل وصيانة المال العام زي الخلفاء الراشدين. كان هو يسير على نهج الخلفاء الراشدين من الزهد والبعد عن متاع الدنيا، ومن تعيين الولاة الذين اتصفوا بالصلاح والتقوى. يبقى عرف عمر ابن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين لما عرف عنه بالصلاح والتقوى والعدل وصيانة المال العام. كراهية الموالي للأمويين. مين هم الموالي؟ عشان ما نقولش نحفظ وخلاص، احنا نفهم الأول الموالي يعني ايه. الموالي هم مسلمين لكن غير عرب، يعني ممكن يكونوا من بلاد فارس، وممكن يكونوا من دولة أوروبية من الرومان، ممكن يكونوا من اليونان، يعني مسلمين غير عرب. لكن الموالي كرهوا جدا الأمويين. ليه بقى؟ لأنهم كانوا يرون ان الأمويين بيفضلون العرب عليهم. اي نعم فعلا الامويين كانوا فعلا بيفضلوا العرب عنهم في الوظائف الكبيره، يعني لو هيعينوا والي، هيعينوا وزير، هيعينوا قاضي، بياخدوه من اصل عربي، يعني من اصل شبه الجزيره العربيه، مش من اي حته تانية، مش من اي بلد تانية. لذلك هنا الموالي حسوا يعني ان هم اقل شويه، فكرهوا مين؟ كرهوا الامويين. يبقى بيبقى تفسر، عشان السؤال ده هام، كراهية الموالي للأمويين ليه؟ لأنهم كانوا يرون أنهم يفضلون العرب عليهم. طيب النقطة اللي بعديها، كان العالم في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد كان العالم في مجيء الرسول، كانوا محتاجين مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون هدي البشرية كلها. ليه بقى؟ لأن في الوقت ده عم الظلم والفساد بين جميع الأجناس وفي مجالات الحياة كلها، حيث إيه بقى؟ حيث عم الظلم والفساد في العالم كله. لذلك احنا كنا محتاجين للرسول عليه الصلاة والسلام. ايه هو انواع الظلم وايه هو الفساد؟ الظلم اولا المرأة كانت ما بتاخدش حقها، ما فيش حقوق للنساء، كانت تتعامل مثل الحيوانات، كان في احتلال للدول، كان في وأد البنات، يعني بنت تتولد تدفن، كان في فواحش كتير في هذا الوقت. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليهدي البشرية. يبقى أكيد كان العالم محتاج لمجيء النبي. كان محتاج العالم ليه؟ لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عم الظلم والفساد في العالم كله. الإجابة حيث عم الظلم والفساد في العالم كله.
السؤال اللي بعده، يعتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لأنه نشر الأمن والأمان، قضى على الفتن، يعني ما فيش فتن اللي هي تؤدي للقتل. الموضوع القتل ده احنا شفناه خلال الخلفاء الراشدين وخلال الدولة الأموية، لكن نشر الأمن والأمان اللي عمله جعفر المنصور وان هو قضى على الفتن وبنى مدينة بغداد وراقب الولاة، محاولة إبراهة الحبشي هدم الكعبة، هنا محاولة إبراهة الحبشي يهدم الكعبة، يهدم ليه الكعبة؟ ليصرف الناس عن الكعبة، لأنه هو كان بنى كنيسة في اليمن والناس ما بتروحش هذه الكنيسة وكلهم الناس بتتجه إلى العبادة في الكعبة، لذلك أراد أنه هو يهدم الكعبة. يبقى هنا محاولة إبراهة الحبشي هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ويتجهوا إلى الكنيسة التي بناها في اليمن. رقم 15، أهمية معركة نهاوند. أهمية معركة نهاوند، وهي معركة سميت بعد كده بفتح الفتوح. أهمية معركة نهاوند، القضاء على دولة فارس، يبقى انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولة الفرس نهائيا. يبقى بما تفسر أهمية معركة نهاوند، انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولة الفرس نهائيا، انتهاء دولة الفرس نهائيا، وطبعا انتهاءها يعني هزيمة الفرس، لذلك سميت بايه؟ بفتح الفتوح. عشان ممكن يسألني ويقول لي هي معركة نهاوند سميت ليه بفتح الفتوح؟ لأن هزمت الفرس هزيمة ساحقة وانتهت دولة الفرس ايه؟ نهائيا. بعد كده تردد، السؤال اللي بعد كده، تردد الخليفة عمر ابن الخطاب في فتح مصر في أول الأمر، ليه هنا الخليفة عمر ابن الخطاب تردد في فتح مصر في أول الأمر رغم أن عمرو ابن العاص كان وجهه وهو في الشام أنه هو يفتح مصر لتكون قوة للمسلمين بسبب انشغال جيوش المسلمين بمطاردة جيوش الفرس والروم، لأن عمر بن الخطاب كان محتاج الجيوش اللي كان بيحارب بيها الفرس والروم بسبب انشغال جيوش الروم بسبب انشغال جيوش المسلمين في محاربة الفرس والروم. يبقى تاني السؤال ده يا شباب معانا، ليه الخليفة عمر بن الخطاب تردد في فتح مصر في أول الأمر بسبب انشغال جيوش المسلمين في محاربة الفرس والروم؟ وطبعا هنا اللي وجه عمر بن الخطاب وطلب منه ان هو يفتح مصر كان عمرو بن العاص، كان عمرو بن العاص، واستغل عمرو بن العاص ان هو موجود في بلاد الشام، ان عمر بن الخطاب موجود في بلاد الشام، فهنا طلب منه ان هو يفتح مصر. بعد كده هنا مقارنة، قارن بين الدولة الأموية والدولة العباسية من حيث مدة الحكم وأسباب سقوطها. الدولة الأموية استمرت 91 عام فقط، وكان آخرهم طبعا مروان ابن محمد آخر خليفة. الدولة العباسية استمرت حوالي 5 قرون، هما بالضبط 525 سنة. وطبعا هنا الدولة العباسية كانت عصر عباسي أول وعصر عباسي تاني. طب أسباب سقوط كل دولة، أسباب سقوط الدولة الأموية وأسباب سقوط الدولة العباسية. دايما أي دولة قديما أو حديثا أسباب سقوطها بتبقى متشابهة، لذلك أنا عملت هنا الاثنين زي بعض عشان ما نتلخبطش، لأن السؤال ده مش شرط يا شباب يجي مقارنة، يعني هو ممكن يقول لي بما تفسر سقوط الدولة الأموية أو بما تفسر سقوط الدولة العباسية. يبقى مثلا أنا ما هقول أسباب بما تفسر سقوط الدولة الأموية تعيين 2 في ولاية العهد والصراع ما بين القبائل وتولية خلفاء ضعفاء. طب الدولة العباسية أسباب سقوطها إيه؟ برضو هما
تعيين اتنين في ولاية العهد، تولية خلفاء ضعفاء. ما هو يا جماعة الخليفة الضعيف أو الحاكم الضعيف بيؤدي إلى سكوت ضعفه، بيؤدي إلى سكوت دولته والصراع كمان على الحكم، خاصة لما بيبقى فيه أكتر من واحد على الحكم. هنا كانوا بيعينوا اتنين في ولاية العهد، وهنا تعيين اتنين ولاية العهد. ودايما بنقول في المثل الأمثال بتاعتنا إن المركب اللي عليها رئيسين بتغرق، لذلك كان لما هم بيعينوا اتنين في ولاية العهد ده كان بيؤدي لسكوت هذه الدول. تعيين اثنين في ولاية العهد يعني اتنين اخوات يمسكوا الحكم، اتنين ولاد عم وهكذا، فده أدى لسكوت الدول. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من صفات عمر ابن عبد العزيز الزهد مخالطة العلماء، كان مهتم قوي ان العلماء دايما يكونوا معاه، وكان مهتم بالعلم. اعتماد الحوار، يعني كان بيحصل حوار ما بينه وما بين الناس كل ما سبق، يبقى طبعا كل ما سبق الزهد ومخالطة العلماء واعتماد الحوار وتعيين ولاة اتصفوا بالعدل والصلاح والتقوى، ده كل ده من صفات عمر ابن عبد العزيز، اللي هو المؤرخين من كتر صفاته اللي هي كويسة جدا شبيهة بصفات الخلفاء الراشدين أطلقوا عليه إيه؟ خامس الخلفاء الراشدين. رقم 2، حصرت قريش المسلمين في المدينة شهرا كاملا أثناء غزوة إيه؟ الخندق. الخندق يا شباب هي غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. هنا قريش حصرت المسلمين فيها شهر، تمام، أثناء هذه الغزوة. أول الخلفاء العباسيين هو أبو العباس. أبو العباس هو أول الخلفاء العباسيين أو عبد الله ابن محمد. رقم 4، أسس الرسول دولة الإسلام. أسس الرسول دولة الإسلام فين؟ في مكة ولا يثرب ولا الطائف ولا اليمن؟ أسس الرسول دولة الإسلام في يثرب اللي هي المدينة المنورة، وأول دولة في الإسلام هي في يثرب، وأول حاكم للمسلمين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول قاضي حكم بالعدل بكتاب الله وسنته وسنة رسوله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أول قاضي في الإسلام. رقم 5، تأسست مدينة بغداد على يد مين؟ أبو جعفر المنصور. قاد نقط الدعوة للخلافة العباسية، مين اللي قاد الدعوة العباسية؟ محمد بن القاسم ولا أبو مسلم الخراساني ولا قتيبة بن مسلم ولا عبد الرحمن الغفاقي؟ أبو مسلم الخراساني هو اللي قاد الدعوة للخلافة العباسية. مش معنى كده أنه هو أصبح الخليفة أول واحد أو الخليفة أو أول حاكم في الدولة العباسية هو أبو العباس، لكن أبو مسلم هو اللي كان بيدعو، يعني عمل ثورة يعني عشان في نهاية الدولة الأموية عشان الحكم يكون من آل أو من بيت عباس. تمكن العباسيون من هزيمة الأمويين في معركة الزاب عام 132 هجريا، وهي اللي كانت بسببها اتقتل فيها الخليفة مروان ابن محمد وجاء بعده الدولة العباسية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه فأكثر من رحلة تجارية لبلاد إيه؟ لبلاد الشام. يبقى الرسول دايما كان بيخرج لرحلة تجارية لبلاد الشام. كل ما يحصل عليه المسلمون من مكاسب في الحروب، المكاسب في الحروب هل هي الجزية؟ هل هي العشور؟ هل هي الغنائم؟ هل هي الركاز؟ هنا الجزية دي يا شباب بيكون على المسيحيين أو اليهود اللي ما دخلوش الدين الإسلامي، لأن المسلمين بيدفعوا بالطبع الزكاة وليهم حاجات تانية بيدفعوها، فهنا المسيحيين والمسلمين عشان طبعا حمايتهم فبيدفعوا الجزية. أما بالنسبة للعشور، العشور هنا على التجار اللي هم غير مسلمين اللي بيتاجروا داخل الدولة الإسلامية. الركاز هنا ضريبة تؤخذ على ما في بطن الأرض، سواء ذهب فضة، يعني واحد في الأرض بتاعته طلع فيها ذهب طلع فيها معدن غالي بيدفع في حاجة بيدفعها للدولة لبيت المال اسمها الركاز. طب بالنسبة للغنائم، الغنيمة بقى هي غنيمة الحرب، يعني دولتين بيحاربوا بعض وفي الدولة المنتصرة بتبدأ كده تاخد الغنائم الحرب، الدرع، الدواب اللي هي موجودة، تمام، الأسلحة اللي كانت مع المقاتلين. يبقى كل ما يحصل عليه المسلمون من مكاسب في الحروب هي تسمى الغنائم، نسميها ايه او تسمى ايه؟ الغنائم، غنيمة الحرب. يعني استخدم المسلمون قديما الدينار الفارسي، الدينار الفارسي.
يختص ديوان نقط بأمور أهل الذمة. يختص ديوان نقط بأمور أهل الذمة ديوان إيه بقى؟ الجهبزة ولا الصدقات ولا الأحداث ولا الخراج؟ الجهبزة هو ديوان خاص بأمور أهل الذمة، والجهبزة هنا اللي هي خاصة بأمور أهل الذمة اللي هم المسيحيين واليهود، يعني وزارة مختصة بالناس اللي هم غير مسلمين اللي على أديان تانية. الحنيفية هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى الحنيفية هي الإسلام. لو احنا فتحنا سورة البقرة يا شباب كده هنلاقي الحنيفية مذكورة ان هي ايه، فيما معناه ان هي الإسلام اللي هو دين سيدنا إبراهيم ودين سيدنا محمد. الحنيفية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول عليه الرسالة كان ما كانش كافر زي بقيت الناس في قريش، ولكنه كان يدين بدين الحنيفية، والحنيفية هي أصل الإسلام. تحول موقف المسلمين من الهزيمة إلى النصر. في غزوة من ضمن غزوات الرسول كان الأول فيها هزيمة ثم نصر، هزيمة ثم نصر، حنين، غزوة إيه؟ حنين. طب لكن في غزوة تانية تحول فيها النصر إلى هزيمة، النصر إلى هزيمة، غزوة أحد، وده كان بسبب مخالفة الرماح أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. تأسس بيت المال في عهد بيت المال وتنظيم الدولة إداريا تأسست في عهد عمر ابن الخطاب. كانت قبيلة نقط بمكة أشهر القبائل العربية. القبيلة المشهورة جدا هي القبيلة اللي اتولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، قبيلة قريش أو قريش. اعترف الروم بالديانة دينا رسميا للبلاد. هم صراحة ما عملوش بالدين ده اللي هو الدين المسيحية، ما عملوش بالحاجات اللي فيه، ولكن اعترفوا بالدين المسيحية دين رسمي للبلاد. يعرف عند المسلمين بعلم الصنعة، علم الصنعة اللي هو احنا لسه قايلينه من شوية، الكيمياء. أصل الدولة الإسلامية، أصل الدولة الإسلامية طبعا العرب، مش هنقول الموالي لان الموالي هم اجانب او اهل الذمه، لا او الاتراك، هم ايه؟ العرب. يبقى الاجابه العرب. كانت مدينه نقط عاصمه مصر اثناء الحكم الروماني. هل بلبيس، العريش، الفرمه اللي هي بورسعيد حاليا، ولا الاسكندريه؟ طبعا الاسكندريه هي كانت عاصمه مصر اثناء الحكم الروماني. اذكر عملا واحدا لكل من، لو جبت لك شخصيات تاريخيه اللي هم خلفاء، وطبعا كل شخصية تاريخية هي مؤرخة بأعمالها، وقلت لك أذكر عملا واحد، فأنا هنا جمعت لكم الشخصيات والأعمال المهمة لكل شخصية. معاوية بن أبي سفيان أنشأ ديوان الخاتم، أدخل نظام الوراثة لأن كان النظام قبليها كان الشورى أو المشورة، عمل حاجة اسمها البحرية الإسلامية، يعني أسطول إسلامي كبير يدافع عن حدود الدولة الإسلامية من البحر، من اتجاه البحر. شيد مدينة القيروان، نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق. المعتصم، فتح عمورية، بنى مدينة سمراء وحارب الروم، واهتم طبعا بالجيش لأن هو بالجيش عمل بيه كل ده. عمر ابن عبد العزيز عمل على نشر الإسلام بالموعظة الحسنة وأنشأ المساجد والطرق. أحسن حاجة في عمر ابن عبد العزيز يا شباب إن هو نشر الإسلام بدون حرب بدون سلاح، ولكن بالموعظة الحسنة. هارون الرشيد اهتم بالعلم، ازدهرت في عهده الزراعة والصناعة والتجارة. سؤال هنا ستة، بما تفسر اهتمام المسلمين بالمحافظة على اللغة العربية؟ المسلمين ليه كانوا مهتمين باللغة العربية وحافظ عليها؟ لأنها لغة القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى هو بالقرآن الكريم باللغة العربية، كان أداة لتحصيل العلوم المختلفة. رقم 2، نشأة الأسطول في عهد عثمان بن عفان. الأسطول نشأ ليه في عهد عثمان بن عفان؟ لتأمين حدود الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام. دايما الرومان كانوا بيحاربوا المسلمين من جهة البحر عن طريق البحر المتوسط، لدرجة ان البحر المتوسط كان بيسمى زمان في التاريخ بحر الروم، يعني هم لابدين وقاعدين على طول في البحر. لذلك هنا عثمان بن عفان اضطر ان هو ينشئ اسطول بحري كبير عشان يأمن بها حدود الدولة الإسلامية في مصر وبلاد الشام. بما تفسر تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد
النصر أصبح هزيمة في غزوة أحد، لأن هنا الرماة خالفوا أوامر الرسول بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعد المسجد مؤسسة علمية وتعليمية. المسجد هنا مؤسسة علمية وتعليمية ليه بقى؟ لأن استخدمت فيه دراسة العلوم الشرعية، يعني حفظ القرآن الكريم والكتب كتب الشريعة واللغة العربية والتاريخ اللي هي السير والتاريخ عامة وسير الأشخاص التاريخية. فده هنا كان بيدرس في المسجد. فهنا المسجد ما كانش لتعليم مبادئ الدين الإسلامي بس، أو ما كانش للصلاة فقط، ولكن لدراسة العلوم الشرعية واللغة والتاريخ. دخول كثير من الناس في الإسلام على يد التجار. بسبب التجار وبسبب التجارة كثير من الناس الغير مسلمين دخلوا في الإسلام بسبب أمانة التجار المسلمين. تجار المسلمين كانوا بيوزنوا مظبوط، ما كانوش بيغشوا أبدا في الميزان، وما كانوش بيغلوا على الناس اللي بيشتروا منهم. لذلك الناس كانت دايما تسألهم، هو انتوا ملككوا ايه؟ يعني انتوا تدينوا بالديانة ايه؟ فيقولوا ان احنا مسلمين. فلذلك كانوا يدخلوا في الدين الإسلامي بسبب أمانة التجار المسلمين. حاجة حلوة خالص. يبقى دخول كثير من الناس في الإسلام على يد التجار بسبب أمانة التجار المسلمين. ده يوضح يا شباب ان الاسلام ما كانش بحد السيف، ولكن كان بالموعظة الحسنة والمعاملة الحسنة. اهتمام المسلمين بالترجمة. المسلمين اهتموا بالترجمة للاستفادة، طبعا زي المأمون، للاستفادة من الحضارات الاخرى. نشأة الدواوين في عهد عمر ابن الخطاب. كلمة ديوان هي كلمة فارسية بمعنى السجل، زيها زي وزارة دلوقتي، يعني زي وزارات. اتساع الدولة الإسلامية والفتوحات الكتير، فهنا خلت عمر ابن الخطاب ان يعمل دواوين، مثلا ديوان الجند، ديوان بيت المال زي وزارة المالية، ديوان الجند كده زي وزارة الحربية. تمام. يبقى هنا نشأت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب لاتساع الدولة الإسلامية. أنا أفهم من كده كمان أن عمر بن الخطاب هو اللي أنشأ الدواوين، عشان لو قال لي إلى من تنسب العبارات أنشأ الدواوين يبقى مين؟ عمر بن الخطاب. أنشأ أول أسطول بحري إسلامي. طبعا هنا عثمان هنا اللي أنشأ أول أسطول بحري إسلامي. طب ليه هنا عثمان أنشأ أول أسطول بحري إسلامي؟ لصد هجمات الروم من جهة البحر، لصد هجمات الروم من جهة البحر. طبعا انتوا زي ما شايفين الاجابة مختصرة ولكنها صحيحة 100%، مش هتنقص اي درجة. قيام الدول المستقلة في مصر. الدول المستقلة في مصر، الدول المستقلة يعني هي استقلت عن الخلافة العباسية. كان كل ما الخليفة العباسي بيرسل والي تركي او يعني شركسي او من اي بلد او من بلاد فارس عشان يحكم مصر، كان يستقل بمصر ويبعد عن الخليفة خالص. طب ليه يبعد عن الخليفة العباسي؟ لضعف الخلفاء العباسيين. احنا قلنا في العصر العباسي الثاني يا شباب، هنا ضعف الخلفاء العباسيين ضعفوا، فلذلك هنا خلاص انا هيستهانوا بيها الولاة في مصر، هيستهانوا بالخليفة العباسي لانه ضعف. بعد مصر عن مركز الخلافة، مصر بعيدة جدا عن مركز الخلافة العباسية. استعانت الخلفاء ببعض العناصر الغير عربية. كان هنا الخلفاء العباسيين لما بيرسلوا لمصر والي بيرسلوا غير عربي، يرسلوا من زي ما بنقول من الموالي، تركي فارسي. لذلك ما كانش ليهم ولاء للخلفاء العباسيين لان الخلفاء العباسيين هم عرب. رقم 10، تنازلت شجر الدر عن الحكم لزوجها عز الدين ايبك. شجر الدر تنازلت عن الحكم لزوجها عز الدين ايبك. ده هي كانت نفسها تبقى حاكمة جدا. ايه اللي خلاها تتنازل؟ لان الخليفة العباسي لم يوافق على تولية امرأة العرش. في الاسلام لا يوافق الخليفة ان المرأة تكون قاضي او تكون ايه، او تكون خليفة، بالذات ان هي تكون خليفة، ان هي تكون والي او حاكم دولة. يبقى لان الخليفة العباسي لم يوافق على تولية امرأة العرش، هي حكمت مصر حوالي 40 يوم. لذلك اتجوزت لما رفض الخليفة العباسي، فتزوجت من عز الدين ايبك عشان برضو تبقى ايديها في الحكم وتحكم من ورا زوجها، من ورا الستار يعني شجر الدر. فتزوجت عز الدين ايبك وتنازلت عن الحكم لهم.
وطبعا ده يدل على ذكاء شجر الدر، ضعف وانهيار دولة المماليك. بما تفسر ضعفت وانهارت دولة المماليك؟ دولة المماليك انهارت رغم ان كانت دولة قوية ودولة ذو ثراء في كل المجالات، لكن ايه اللي خلاها تضعف مرة واحدة؟ بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. هذا الطريق اللي خلى التجارة كلها بدل ما تتجه وتدخل مصر ويدفعوا مكوس او يدفعوا جمارك او اموال للمماليك، يتجهوا بالدوران حول قارة أفريقيا، وتفقد هنا دولة المماليك هذا المورد المالي المهم اللي هو في الوقت بنقول عليه قناة السويس، اللي هو اتحفر مكانه دلوقتي قناة السويس، ويفقدوا هذا المورد الكبير من الأموال، وتبتدي الدولة تضعف في كل شيء، تضعف من حيث الجنود، من حيث الأسلحة، الأنشطة الاقتصادية، بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى ضعف وانهيار دولة المماليك بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. تسمية الحروب الصليبية بهذا الاسم، الحروب الصليبية سميت بهذا الاسم لأن الجنود هم جنود مسيحيين اتخذوا من الصليب شعارا لهم، لأن هم كانوا جايين يحاربوا بهدف ديني. الجنود كانوا داخلين يحاربوا العرب عن طريق اهتمامهم بالدين، بسبب تشجيع الكنيسة في روما على هذه الحروب، وان هنا كده بيدافعوا على الدين المسيحي، لذلك كانوا بيلبسوا الصليب وعن مقدسات وبيدافعوا عن المقدسات المسيحية، لان الجنود اتخذوا من الصليب شعارا له. يبقى تسمية الحروب الصليبية بهذا الاسم ليه؟ لان الجنود اتخذوا الصليب شعارا لهم، يعني الملابس الحرب اللي كانوا بيلبسوها والدرع عليها الصليب. اهتمام الفاطميين بالاستيلاء على مصر، الفاطميين كانوا مهتمين قوي يستولوا على مصر، والفاطميين الخلافة الفاطمية كانت في بلاد المغرب. يا ترى ليه شباب الفاطميين كانوا عايزين يستولوا على مصر؟ لأهمية موقع مصر الجغرافي، وموقعها الجغرافي والسياسي، وقربها من بلاد الشام والحجاز. بما تفسر ضعف وسقوط الدولة الفاطمية؟ الدولة الفاطمية سقطت بسبب ضعف خلفاء المستنصر، يعني الخلفاء اللي جم بعد المستنصر كانوا ضعفاء، فهنا قوة ونفوذ الوزراء هي اللي بقت أكبر، لدرجة أن منصب الوزارة هو اللي بقى أكبر وأقوى من منصب الخليفة، وأصبح هنا الخلاف بين الوزراء زي مين؟ شاور ودرغام، اللي هنا تنافسوا على منصب الوزارة، وكل واحد اتصل بقوة خارجية خارج مصر عشان تحافظ له على المنصب بتاعه. ونجد أن شاور هنا استنجد بنور الدين محمود، وأن درغام استنجد بالصليبيين، وهذه والقوتين دخلوا مصر وحاربوا بعض عشان منصب الوزارة. وبعد كده خلاص أصبحت مصر على يد صلاح الدين الأيوبي اللي هو حافظ على منصب الوزارة لشاور، إن هو ياخد الولاية ويصبح هو حاكم مصر وتقوم الدولة الأيوبية في مصر. يبقى ضعف، أنا بشرح الحتة دي باستفاضة شوية عشان نفهمها قبل ما نحل السؤال، ضعف وسكوت الدولة الفاطمية ليه؟ هنقول الإجابة المختصرة، بسبب ضعف خلفاء الخليفة المستنصر وازدياد نفوذ الوزراء. يبقى سقطت الدولة الفاطمية ليه تاني؟ بسبب ضعف خلفاء الخليفة المستنصر وازدياد نفوذ الوزراء. السؤال اللي بعده، أقام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا المسجد ليه؟ أول حاجة عملها الرسول لما حكم المدينة وأسس دولة الإسلام في يثرب أو المدينة، أول حاجة أنشأ إيه؟ أنشأ المسجد. المسجد كان للعبادة فقط؟ لا، كان للعبادة ومقر للحكم ومدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى ليكون مقر للحكم ومركز للعبادة، أو دارا للعبادة، مقر الحكم ودارا للعبادة طبعا والصلاة وكده، تمام، ومدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى أهمية المسجد من خلال مقر للحكم ودار للعبادة ومدرسة لتعليم الدين الإسلامي. ممكن أكتب نقطتين كفاية، صوب ما تحته خط، يعني الكلمة اللي تحتها خط هي أكيد غلط ولازم أن أنا أصححها، أما الصح وغلط يعني ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ.
الركاز ضريبة تفرض على التجار الغير مسلمين. التجار الغير مسلمين العشور، العشور هي ضريبة تؤخذ على التجار الغير مسلمين. ظهر ديوان الرسائل والصدقات في عصر الخلفاء الراشدين، ديوان الرسائل والصدقات في عصر الدولة الأموية. كان الحكم في الدولة الأموية يعتمد على مبدأ الشورى، الحكم في الدولة الأموية يعتمد على مبدأ الوراثة، يعني الابن هو اللي يرث الحكم، والنظام ده اللي عمله معاوية بن أبي سفيان. الوراثة برع الفارابي في علم الاجتماع في الدولة الإسلامية، هنا برع ابن خلدون. ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع. ابن خلدون انتهى حكم المماليك لمصر بعد معركة مرج ضابك اللي هي 1516. طبعا مرج ضابك انتهت دولة المماليك لكن في بلاد الشام، اما انتهى حكم المماليك لمصر في معركة الريدانية. الريدانية يا شباب 1517، وهي العباسية حاليا، منطقة العباسية حاليا. أعد الرسول جيشا كبير لقتال الفرس في غزوة تبوك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعد جيشا كبير، والله سبحانه وتعالى هو اللي حارب الرومان في هذه المعركة في غزوة تبوك، عندما ألقى الرعب والفزع في قلوبهم. فكانوا مين بقى؟ أنا لسه قايلة الروم أو الرومان. يبقى هنا أعد الرسول جيشا كبيرا وانتصر فيه بفضل الله سبحانه وتعالى على مين؟ على الروم في غزوة تبوك. إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ التاريخ طبعا هو معتمد على الشخصيات، لأن الشخصية هي التاريخية هي اللي عملت الأحداث اللي احنا بنحكي فيها، سواء الرسل أو الخلفاء أو الشخصيات اللي موجودة. فطبعا سؤال يعني لازم امتحان التاريخ ما بيخلاش من سؤال إلى من تنسب الأعمال الآتية. من هو؟ من هو انتصر على الفرس في معركة؟ من هو كانت مهمته الإشراف على الأسواق؟ المحتسب. كانت مهمته الإشراف على الأسواق المحتسب. أدخل الدواوين إلى الدولة الإسلامية عمر ابن الخطاب.